ولع الزمان بكيدهم فتفرقوا بالرغم شتى عن جوار المسكن. أما النبي فقد قضى وبقلبه من قومه قبسات جور مكمن والبضعة الزهراء قضت من بعد ما والبضعة الزهراء قضت من بعد ما ألقت بضرب سياطهم للمحسنين وبشربة السم النقيع عداوة. نشوف هالشاعر وين ودينا هالليلة. وبشربة السم النقيع عداوة من كف جعدة قد قضي حسن السني وإليك عني لا تقل حدث بما نال الحسين وإليك عني لا تقل حدث بما نال الحسين فرزقه قد شقني أخشى عليك وأختشي أن تخرج الأرواح. هذا مصداق ما ورد عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال لو حدثنا شيعتنا بما جرى علينا في يوم كربلاء ما بقيت أرواحهم في أجسادهم. حسين أخشى عليك وأختشي أن تخرج الأرواح منا في لطاف الأعين فإذا أبيت العذر فاجلس للعزاء أملي لسمعك بعض ما ألزمتني وأنا الكفيل بما طلبت بيانه مني ولكن فيه قد حيرتني حيث المصائب جمة مصائب كثيرة اللي جرت على الحسين يا مصيبة تريد أن نعرج عليها هذه الليلة حيث المصائب جمة
لم أدر ما منها أقص عليك إذ كلفتني أمصيبة التوديع يوم خروجي. يلا شوية نعيد الأمجاد، رحم الله الخطباء. أمصيبة التوديع يوم خروجي إذ قال يا جداه عندك يا ضم يا لا حاجة لي في الرجوع فأجابه خير الورى بتفجع وتحزني أحسين ويلا ويا رسول الله أحسين يا ريحانتي صبرا فهذه الدنيا كتب البلاء للمحسنين يا حسين سافر واتركه يا ديارك والأوطان عفاك بوي عفاك جن لي أعاين جثتك للخيلم والرأس مثل البدور يزهر فوق الأسنان من تلتفت زينب تشوف أقبال هيله وسيده تنجي يا عقلي بذبحك الشيعة من النار وبذبح شبانك وذبح أطفال لص والصير لأجلك كربلة أي مقصد الزوز من عالم الذر هالأمور مكتوب بالله وحسينا يا حسين سافر بالحرايا أير والنساوي تندبح يا ابني ونسوتك تدخل ديا خال تنصب الشيعة النيايا أحا عليك يا حسين انت لتنجيها ويصير الذنب مصفو بالله رد ناشدكم يا شيء عاور وجواب لو تنفني جملة الشيء عاشيخ نوش يعادل تعفر خد أبوه سكنة بالتراب لا والذي من قبيل آدم علم الروح